الجميلة تركي العنقس، سأكون في وراي فصحى، بأكون معلقكم اليوم على المباراة العظيمة، مباراة الأبطال، مباراة الجبابرة، مباراة الرجال، إبراهيم العضيبي وثامر السعدون. لو تشوفون اللي بيصير اليوم لما استكثرتم الخير فيها. بتشوفون اليوم خلنا نكمل التعليق. طيب وش النكنين حقه؟ طبعا انا الحين قاعد العب. لا لا انت خلاص انت تلعب خلاص ما تعلق. وش اسم ابراهيم؟ ابراهيم وش بناديك؟ برهوم. برهوم 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 مو على كيف، وانا اختار النكنيم زينه برهوم و و و وكيس الاسمنت زنزا. زنزا يعني كيس الاسمنت بالياباني. بالمناسبه زنزا يعني كيس الاسمنت باللغه اليابانيه. ترو ستوري، فعلا معلومه حقيقيه. انا ماني للامانه، هم شرحوا لي اكثر من مره القوانين وشرحوا لي كيف نلعب، لكن الى الان ما فهمت. في باند وفي في فله تصير، يعني انت تبند شيء ويختار شيء وما اعرف ايش، في مراحل لطيفه. انا بالنسبه لي دائما اقول اختار اوميجا وخلاص. بدت المباراه 2-3-1 و3-2-1، ما اعرف احد يا شباب. لا، وثامر بلينك وابراهيم او برهوم زي ما سميناه كلنا متفق عليه، لوكاس. ما عندي فكره كيف الشخصيات هذه تشتغل بالضبط، ممكن اقدر اقول لكم الشخصيه دي ثقيله، الشخصيه دي خفيفه، الشخصيه هذه سريعه. هو كيرز بنلعب وبنفوز واحد وخلاص. في النهاية بيخسرون الجميع يفوز واحد، فما يحتاج يعني نقعد نتفلسف. القنابل اللي قاعد يسويها ثامر، طبعا ثامر هو المين كاركترز عنده، هو لينك. ومما يبدو لي ان ابراهيم يعني شاب لطيف جدا، صغير في السن، فقدامه يوم حزين اذا نقدر نقول. واو ثامر قاعد يلعب من برا، من جوا ستيج لبرا ستيج، وخطأ، لكن يقدر يرجع لستيج مره ثانيه، وهذه غلطه المفروض ما يكررها. واتوقع ستوك، لا لسه في عمر في ستوك اللي باقي على 108. ضربه ضربتين من نيك. واو ثامر ايش قاعد تسوي؟ قاعد تلعب بالنار حرفيا. ثامر انت قاعد تفجر نفسك. القنبله ترميها على اللي ضدك، مو بترميها على نفسك. شو الهبل هذا؟ قنبله ترميها على الناس، والله العظيم. فإلى الآن الجيم هذا شكله بيطول. ثامر قاعد يدمج نفسه، ثامر يطلع الموضوع. ثامر أنت قاعد تدمج نفسك وتدمج اللي ضدك، أنت قاعد تدمج الجميع، ما بقى أحد. وقاعد يحاول إنه يستخف سهيل، وقدر يمسكه على آخر ستيج، وعدى من هذه المباراة دقيقة ونص، لكن كأنها 10 دقائق، والله العظيم صراحة. فحاول إنك تخلصها الله يخليك. فثامر قاعد يطلق قنابل، لكن واضح إنه إبراهيم يعني قاعد ياخذ الحيطة منها، يعني ما هي قاعد تنضرب عليه، قاعد تقعد على ستيج كثير. قنابل يمين، قنابل يسار، وأنت قاعد ترمي القنبلة عليهم وتدف وتوخرها عنها. شو الهبل هذا؟ فبالمناسبة الجميع لازم كيف أعرف هو قاعد يسجل الحين؟ دقيقة، قاعد يسجل صح؟ قاعد يسجل؟ ثامر قاعد يسجل؟ يا ثامر قاعد تلعب. واو خلاص يدك خلص عليه، بس باش ما بقريبة مرة. ضربة قوية من هنا، ثامر على آخر ستوك حقه، هي ضربتين من لوكاس، سماش النهائية وتخلص. لسه مو قادر يخلصها إبراهيم. واو هل يقدر يرجع ثامر؟ طبعا اكيد، لكن رمى القنبله اللي كان المفروض انها تبتي معاه، ضربه، رجع الستيج، ارجع يا حبي. اسحبك. واو لحظه، والله السك هذا عمره طويل الظاهر، ولكن اتوقع هذنيك ما يقدر يرجع في امان الله، مع السلامه. واو قدر انه يتدارك نفسه على 49 دامج على صفر. اذا قدر القنبله فجرتك اخذته للامانه. اذا قدر ابراهيم بلوكس انه يركز شوي، ضربتين لوكس عنده ضربات قويه، الرجعه عنده كويسه. لينك ثامر مشكلته، انا شخصيا اعرف ثامر يفقد التركيز شوي على اخر الجيم، انا اتوقع ثامر بينتحر، لكن ضربه قويه رفعت نسبه الدامج عنده. مع السلامه في امان الله، في امان الله. اعطوك سيف يا حبي. يا ثامر، لا خسرت انا. يا بالمناسبه ترى انا فزت في المباراه اللي قبلها، كانت كذبه، كان فوتوشوب. المباراه اللي قبلها كانت فوتوشوب. هم غشوا، فصلوا الفيش يا شباب، وانا قاعد العب فصلوا الفيش، يعني كمان يعني اوكي، لا كذبه، ما فصلوا الفيش يا جماعه، انا خسرت خساره زي الخرا صراحه.
ماني معلق ماني معلق. بالمناسبة ترى يا شباب أسعار النفط في انخفاض في الوقت المناسب. تحاول دول مجلس التعاون الخليجي أنها تضغط على مجلس الدول العشرين أو الدول المصدرة للنفط بحيث أنها تبغاهم تسحب حصة السعودية من سوق النفط عشان يرتفع سعر النفط بطبيعة الحال. نظام الطلب العرض والطلب في الاقتصاد. تامر تبغاني أكمل على الاقتصاد ولا على الجيم حقك؟ ها؟ يا تامر قال يبغى الاقتصاد. يا الله اللعبة هذه زبالة يا شباب. والله أسوي ستريت فايتر. نص الجيم خلص وش صار طيب؟ أحد يعطيني بالله وش صار؟ ثامر قاعد يدمج الكل، قاعد يفجر، قاعد يرسل ريح. واو خل نسميها عاصفة الحزم. في قدام حقت لينك عاصفة الحزم. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما فاتنا شيء من الجيم هذا. ثامر قاعد يدمج الكل، زنزة قاعد يروح يمين يسار يحاول يرجع. لو انك متاخر شوي كريم يمكن حصلنا على ستيج سبايك. قاعد يحاول ثامر طبعا يشد على القنابل بي تحت غريبه ما كان منها اي فائده. واضح انه ابراهيم عارف وش يحاول انه يكسر الدامج حقه. ابراهيم قاعد يضغط الشيل في اوقات مناسبه صراحه. يعني ثامر يحاول يرجع له من تحت لفوق. يا حبيبي شقك ما يحتاج. ثامر قاعد يستخدم كل الضربات اللي من بعيد قدر المستطاع، سواء كانت قنبلة سواء كانت بقدام سواء كانت سهم. لكن واضح انه ثامر غلطة واستوك الاول يروح لابراهيم من ثامر. واو الجيم ممكن ينقرب، لكن ثامر شكله راجع ونيت شر، راجع وماش محارش. ووو قنبلة ايش صار؟ واو رد عليك من الاسفل. اوكي المهم طبعا بالمناسبة الكلب حق انيمال كروسنج قاعد يغني وراه. الله لا اليوم الجمعة ويغني واليوم السبت. اوكي ما ادري في كومبو صار قبل شوي ما فهمت وش صار، لكن كان كومبو جميل لطيف ظريف. ثلاث دقائق عدت من الجيم هذا. استوك على استوك وضربات حلوة. واضح ابراهيم اتوقع انه فهم شوي كيف انه ثامر ممكن يجيب العيد. باختصار يعني ثامر في النهاية ممكن يجيب العيد، فإذا قدر إبراهيم يستثمر الأخطاء اللي يسويها ثامر ممكن يستفيد منها. واو كومبو اي فوق ويحاول ومسكها. إذا قدر كمل حيوان واو أنقذت كل العاصفة الحزم. وقاعدين يحاولون كل الشخصيتين طبعا عندهم ضربات من البعيد ممكن إنك تستخدمها. والنار هي كان فاير أند وين راح الكلب حق أنيمال كروسنج؟ وين كان موجود قبل شوي؟ نبغى الكلب حق انيمال كروسنج طز في البطوله. واو كان ممكن تدري الجيم هي ضربه واحده ضربتين هي ثلاث. واو وقف الكومبو يا ثامر ركز شوي. 1-0 طبعا ثامر. اذا قدر ابراهيم انه يركز شوي يستغل الستوك الاخير له انه يدمج ثامر اكثر بترجع. اوه ثامر استوعب انه ممكن البي قدام تجيب الخصم الين عنده. القنبله فجرتهم. اوه كيف طب تفجرت عليكم اثنيناتكم محسوبه بالملي بالجذره التربيعيه يا حبيبي. يحاول طبعا انه يضرب. لا ما في والله الحظ. الله ومع السلامة وانتهت. وثامر انهى الجيم 2-0 هارد لك. 3-0 كيف 2-0 كيف مدي عنكم انتم 2-0. ثامر مبسوط جدا ومتحمس لو تشوفون وجهه اول مرة اشوفه مبسوط في حياته كلها. مسكين ابراهيم هارد لك ابراهيم. مباراة كانت جميلة في انتظاركم للمباراة القادمة. هو عشان ما نتكلم الا بعدين احط اعلق مباراة كويسة.